انا استاذ مرتضى اتفضل. استاذ وائل مساء الخير. مساء الخير اتفضل. اولا الباكابورت ده كان شد من زمان، ايه اللي فجر الباكابورت ده بالقاذورات دي؟ محمد العمده ما زال متهم مجرم، طالب بكفاله 100,000 جنيه ما طلعش براءه، والتهم المنسوبه اليه يا استاذ وائل الاتي: واحد، حيازه اسلحه ناريه وذخائر واسلحه بيضاء، اثنين، قطع الطرق وإتلاف العمد للمال العام، ثلاثة، الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة، أربعة، ترويع الآمنين وإرهابهم، خمسة، استخدام القوة ضدهم، ستة، إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال. هذا مجرم منتمي لتنظيم إجرامي مسلح، كلامي واضح. وهو عارف أنه طلع بكفالة 100,000 جنيه هو وحلم الجزار وبغالة ماضي. اللي زيه يستخبى ما يطلعش، ادي واحد، اللي زيه ما يطلعش. اثنين، انا بس افكره اللي بيتكلم دلوقتي، 28/12/2010 قبل 25 يناير بحوالي شهر تقريبا، كنت رافع قضيه ضد الحزب الوطني في مجلس الدوله علشان تزوير انتخابات 2010. هذا البني ادم كما احمد ابو بركه وصبحي صالح لم يجرؤ ان ينطق بحرف ضد حسني مبارك او نظامه او احمد عز اللي زاروا الانتخابات، انا بقول لك اهو، كان هو فرايه، لم يجرؤ ان ينطق بحرف. ثلاثه، اساله انت ما عندكش قضيه رشوه وانت قاعد مجلس الشعب، خدت فلوس من راجل صاحب شركه سياحه عشان تجيب له رخصه، ورحت الراجل راح لوزير السياحه اشتكاك واترفعت الحصانه عنك لانك مرتشي. اربعه، انت يا محمد جميع وقفات الاخوان المسلمين من 2005 اللي هم اتكلوا 88 ل 2010، فاكر البتاع اللي كنت بتعملها زي حمدان الشاذلي في وسطهم، جميع طلبات الاحاطه انت كنت بتمضي فيها؟ خمسه او سته، يا اخي محمد انت مش عامل لك برنامج في قناه ال 25 يناير الارهابيه اللي مملوكه لمحمد مرسي واخرين، كنت عامل حاجه اسمها دوار العمده بتقعد تقل ادبك فيها على كل شعب مصر، جيش مصر وشرطه مصر. سته او سبعه، هو انت ناسي يا محمد لما الاعلان الدستوري محمد مرسي عمله يوم 21/11 وانا رفعت قضيه في مجلس الدوله لالغاء هذا الاعلان، مين اللي جيت رافع عن محمد مرسي اللي هو الاعلان اللي هو يلغي لي بقى؟ انا محمد مرسي هو ربكم الاعلى الدكتاتور الاعظم، يلغي الاحكام ويلغي القضايا، مش انت جيت برضه مع احمد ابو بركه وجمال الاخ جمال تاج وترفعت مع الاعلان الدستوري ولفيت كل القنوات؟ ها، وانا عملت لك مداخله مع الاخت جهام منصور يومها كانت اعتقد في دي عندكم هنا، قلت لك احترم نفسك عيب، ها دي مصر. لما جه بقى تكلمني تقول لي الغره والماتت هتخش الجنه، امال امال المامور كرداسه اللي اندبح ونائب المامور اللي اندبح، سيادتك كنت فين يا استاذ؟ ها، الحسين ابو ضيف لما اتقتل استشهد قدام الاتحاديه كنت فين؟ انت ايدك ملوثه بالدماء وما زلت متهم حتى هذه اللحظه، وشعب مصر مش طايق يسمعك تلبس جلابيه تستخبى، وانت مش كنت مستخبي؟ ها، وانت فاهم الناس ايه؟ مجرد ايه وانت عندك لسه جنايه وجنايه شغاله، انت طالع بكفاله على ذمه الجنايه واللي انت وتاني بقول لك كده. طيب خلينا اساله بقى استاذ محمد، يداك ملوثتان بالدماء وعندك اتهامات تبدا بحمل الاسلحه وتنتهي بالتحريض على عمليات ارهابيه بالاضافه الى قضيه رشوه قديمه تحدث عنها الاستاذ مرتضى منصور، وانك كنت تدافع عن الاعلان الدستوري ولم تكن تنطق بحرف ايام الرئيس الاسبق مبارك، تفضل. بس يا استاذ واعي، هو شوف بيقول لك قضيه رشوه، طب وانا لو عندي قضيه رشوه طب ما اتحبستش ليه فيها؟ القصه دي واخد لبالك المحكمه، الوزير قال لك انه الاعضاء ضغطوا عليا في توصيات للشركات، واخد لبالك راحت المحكمه ادخلت كل اللي موقع على تزكيه على شركه 13 واحد وفيهم صحفيين في الاهرام وفيهم كذا وفيهم كذا موقعين على تزكيات لشركات لمواطنين، ودخلوا ال 13 لما الوزير بيقول دول ضغطوا عليا وخلوني ايه؟ التوصية ومش التوصية اطلع الموافقات، ودخلونا كناس مزكية طلبات، ولا في حد اشتكاني ولا في حد واخد لبالك، بس هو يعني زي ما بقول لك المناخ مش سوي، والاستاذ مرتضى درجة ما هو ما انت بتقول ملامح القضية اهو. طب خلينا في الاتهامات المنسوبة اليك، يعني هو بيقول انت ما زلت متهما، انت ما زلت متهما حتى الان، ولكنك تتحدث وكأنك خرجت براءة من السجن. يعني الأستاذ مرتضى هو راجل محامي واخد بالك، هو راجل أخ، بس المناخ
المناخ. يعني احنا لما بنتقابل بالاحضان وبموده وبخوه وبصداقه، بس المناخ اصبح مش سوي. والدكتور جمال راجل اخويا برضه، كنا محبه لا تتخيلها، بس المناخ اصبح مش سوي وخلى الناس مش عارف ايه اللي حاصل لها مع بعض. اللي حاصل يا استاذ محمد الخصه لك، يا تكون هنا يا تكون هنا يا استاذ محمد، يا تكون مع الوطن يا تكون مع من يسعون الى التحالف مع اعداء الوطن وتحطيم الوطن، يا هتكون مع الجيش يا تكون مع من يسعون الى تحطيم الجيش. انت اخترت مكانك يا اخي. يعني الوطن لا يكون الا باقصاء، واخد لبالك، فصيل كامل من فصائله ان احنا نقصيه. كل المجتمعات والاوطان تقصي من يحمل السلاح. اللي يشيل سلاح يتم اقصائه. تمام ايه بقى؟ ما تمام يا استاذ وائل. دلوقتي الاخوان حملوا السلاح، واخد لبالك، طب السجون مليانه بناس ثاني كتير مش اخوان. يعني عايز تبقى قضيتك ان السجون فيها بعض الابرياء، مفيش مشكله، ده قابل للنقاش، انما انت تدافع عن جماعه ارهابيه. يعني مش فكره بعض الابرياء، فيها ناس من كل الفصائل، مش قصه اخوان، واخد بالك، فيها ناس من كل الفصائل. هو مفيش فصائل. يا استاذ محمد عايز اوضح لك حاجه بس، كل القوى تؤيد ثوره 30/6 ما عدا الاخوان وحلفائها. الذين اختلفوا حول بيان 3/7 في بعض القوى محسوبة على 30/6 هكذا تزعم يعني، وبتقول لكن اختلفنا مع 3/7، لكن كل المعادي ل 30/6 زيك هم اخوان. تمام، مفيش حد يعادي 30/6 الا من ينتمي لجماعة الاخوان. والله شوف يا استاذ وائل، انا لي وجهة نظر، وحضرتك وكل الناس اللي اتكلمت ليها وجهة نظري انا، ان الدولة لابد ان تكون الناس كلها في مودة وفي محبة، ما تبقاش في روح عدائية واي اسباب خلاف. الناس اللي معترضة على 30/6 و3/7 والناس اللي اعترض كما تشاء، ما تشيلش سلاح يا استاذ محمد. يا استاذ وائل اسمعني، الناس، ما الاستاذ مرتضى بيقول لك انت مجرم ما زلت متهما في قضايا حمل سلاح. هو الاستاذ مرتضى عارف انه المتهم مش مجرم، المتهم بريء حتى تثبت ادانته. المتهم مش مجرم، هو عارف كويس، ولكن زي ما بقول لك المناخ مش طبيعي. هو فاهم ان المتهم مش مجرم، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن المناخ مش طبيعي. انا اللي بحاوله انه في ظل هذا الجو، واخد بالك، ان الناس تبقى بينها هذه الروح، وحتى الناس اللي كانت حبايب وكانت اصدقاء وكانت اخوات، واخد لبالك، فجاه كده تبص تلقى واحد اخوك. من الذي فعل ذلك؟ ما تسالش نفسك كده يا استاذ محمد وتقول انه بوصول الاخوان للسلطه ما الذي حدث؟ يعني ما سالتش نفسك ان كل هذه المآسي جاءت بوصول الاخوان للسلطه وبممارستهم داخل السلطه؟ ولم نكن ضدهم في المرحله الاولى من السلطه، انما وقوف الشعب ضدهم بهذا الشكل الذي شاهدناه في 30/6 جاء بسبب الممارسات الاستبداديه والارهابيه واختطاف الوطن واختطاف الامن القومي. ما بص يا استاذ وائل، دي قضايا خلافيه، انت بتتكلم الكلام اللي انت بتتكلم. لا، الوطن ما فيش فيه خلاف يا بس اكمل فكرتي، مع عشان ما تبقاش انت بتقول وبترد على نفسك. اكمل فكرتي، يعني انت وجهه نظرك كده، في ناس فيها وجهه نظر ثانيه، فليكن، لكن ما يشيلش سلاح. بس اكمل كلام، فليكن ما يشيلش سلاح. في ناس بطل الموضوع على انه تم وقت اول ديمقراطيه في مصر من 5000 سنه، من اول الاسره الاولى الطينيه، من اول مينا نارمر، واخد لبالك، اول ديمقراطيه وقدت. محمد مرسي بتعتبر انه واخد لبالك، فانا بتعتبر انه اطاحه محمد مرسي بما فعلته جماعه الاخوان خلال سنه كان اطاحه بالديمقراطيه؟ طب انا بس عايز افهم، طب امال الرئيس مبارك قعد 30 سنه ما حدش اطاح فيه؟ يعني ما حد ده حتى الخطط بتاعت الموازنات بيقولوا عليها خمسيه، لانه قبل ما تمر 5 سنين مش هتقدر تعمل حاجه. وانت عايز بعد ثوره 25 يناير انه في جماعه ارهابيه تقعد في تستطيع انها تقعد في الحكم 30 سنه؟ يعني هذا الشعب اللي صار في 30/6 الجموع، الشعب، الاراده الشعبيه اللي انت شفتها دي لا تعترف بها؟ مش عاوز تعترف بها خالص؟ الاراده الشعبيه اللي طلبت، واخد بالك، انتخابات رئاسيه مبكره، هل طلبت ان اخوانهم المواطنين المصريين اللي بيان 3/7 تم تأييده بنفس الاراده الشعبيه، بيان 3/7 بيان 3/7 اللي هو بموجبه تم عزل محمد مرسي، هو جزء، هو المكمل لثوره 30/6،
والتفويض لمواجهة الإرهاب في 26 هو أيضا المكمل لثورة 30/6، وهذا التفويض لمواجهة الإرهاب ما زال مستمرا. طيب جميل. بص يا أستاذ وائل، القناعات اللي عند حضرتك ما هي أصلي يعني زي ما بقول لك العقاد، أنت متطور بقدر قابليتك للنقد. طيب. يعني عندك استعداد تسمع الآخر وتتأثر بكلامه. أنا حاسس إن المجال ده مقفول، يعني إن إحنا نتأثر ببعض ده مقفول، فأنا بقول لحضرتك أنا بكرة هعمل المبادرة وهشرح كل اللي عندي، بس أنا عايز أشكر الأستاذ مرتضى منصور أخويا وحبيبي اللي بيقول عليا كلام من مخه، واخد لبالك ما حصلش، وعايز أشكر أخويا. ليه هو عدد الاتهامات الموجهة إليك يا أستاذ محمد وقال إنه ماشي، بس أنت تتحدث كمتهم بريء، هو بيقول لك إنه لم يتم تبرئتك، انت ما يعني عارف الكلام اللي ستمثل امام المحكمه في مواجهه اتهامات بالارهاب وحمل السلاح. الاستاذ مرتضى عارف الكلام اللي انا بقوله، الاستاذ مرتضى راجل اخ فاضل وعلاقتي بيه قويه وفيها موده، هو عارف اللي انا بقوله، انا بشكر على كل اللي قاله، واخد لبالك، وانه طيب. هو بيتهمني اتهامات، انا يا استاذ وائل لو انا واخد لبالك مواطن ممكن اقبل شيء من حد ولا بتاع، كنت دخلت الحزب الوطني وانا نائب سني 37 سنه. ما انت دخلت ما هو ابشع يا استاذ محمد، ميليشيات الاخوان. كانت هتتفتح لي ابواب الخير كلها، انا راجل بمشي بما يرضي الله وعارف ان ربنا بيحاسب الواحد على كل كلمه وعلى كل استاذ عمل. مرتضى تعليق اخير وبعدها نغلق في نص دقيقه. استاذ مرتضى اتفضل. لا سريع يا شاذ زي اوقاتك، يعني هو برضه ما ردش على كل اللي انا قلته. سيبك من الاحضان والمبوسه اللي احنا بنتكلم فيها، نحن نتحدث عن وطن، وطن اسمه مصر. أهم من عمدة و5000 محمد عمدة. أنا قلت له أولاً لا رد عليه إنه طلع بكفالة 100,000 جنيه ولا بينتمي لجماعة إرهابية مسلحة ولسه القضية شغالة وإن كان معاهم في طلبات الإحاطة وكان معاه ولم يجرؤ ينطق بحرف في القضية أيام حسني مبارك اللي هو 28/12 أنا اللي رفعتها ضد الحزب الوطني وكان بيخاف يتكلم وبعدين بيستشهد بيقول لك القضاة المستقلون، مستقلون إيه ده؟ كلهم خلاص هربوا على تركيا وقطر يا أستاذ، دول قضاة لأجل مرسي. لكن في النهاية عايز أقول يا استاذ وائل، من فضل حضرتك زي ما قلت لك الباكابورت ده كان اتقفل من زمان، خلاص مش عايزين قذورات ثانيه. سيبك من حبيبي واخويا، احنا الصراحه هنقعد نلقط على بعض، ده وطن محمد العمده متهم حتى هذه اللحظه وموجه له اتهامات انه ينتمي الى جماعه ارهابيه مسلحه، ما زادش عليه. وانا قلت لك في برنامجك اول الاسبوع اللي فات، في ناس بينتموا لجماعه الاخوان المسلمين في القرى والمراكز كل همهم ان حسن البنا صلوا ما تصلوش، نحن نتحدث عن الارهاب اللي هو زي اللي انت رحت بين السرايات وضربت في بين السرايات وقطعت طرق بين السرايات واتقبض عليك متلبس في بين السرايات، خلاص بقى يا محمد. لكن ده اخويا وده حبيبي واحنا في فرح بلدي نقعد نقعد في بعض يا استاذ وائل، من فضل حضرتك اعتبرني مواطن مصري ممكن اتكلم باسم حتى الناس بتوع نادي الزمالك اللي انا بمثلهم. الاشكال دي مش عايزين نشوفها ولا نسمعها تاني، دول في مزبله التاريخ يا وائل. استاذ مرتضى منصور الف شكر، استاذ محمد العمده الف شكر، سيعلن عن مبادرته غدا في مؤتمر صحفي، اعتقد انه يعني وضح تماما أننا أمام صوت إخواني وأصوات قادة جماعة الإخوان بتختلط بأصوات الرصاص والمتفجرات. طيب هنذهب إلى المنصورة.